نافذة اقتصادية الآن في السادسة. أخبار المال والأعمال في نشرتنا في نشرة السادسة يستعرضها لنا الزميل محمد عبد الله. شكرا مصطفى نزار وشكرا لها. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022 بفائض تجاري يبلغ 42.8 مليون دولار لصالح مصر. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات واستعرض خلاله الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة فضلا عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة. أكدت وزارة البترول تزايد معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلا من عام فضلا عن التطور الكبير في إجمالي مبيعات غاز السيارات. جاء ذلك خلال اجتماع لوزير البترول طارق الملا مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة. تمكنت الدولة خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية فضلاً عن تسديد أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، وحققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليار دولار. طفرة هائلة في قطاع البترول والغاز تمكنت من خلالها الدولة في السنوات الماضية من توظيف الاكتشافات في تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي، نجم عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائض في معروض الكهرباء، كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال. في المجمل حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليار دولار بزيادة 171 عما كانت عليه عام 2021. وفي إطار سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، عملت مصر على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي، تضمنت توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 بئراً خلال الفترة من 2014 إلى 2022. ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يومياً بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 27 مليار قدم مكعبة يومياً حتى نهاية عمر المشروع. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، حيث ربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 24226 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 65% ليبلغ 5347 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 68% ليبلغ 7691 نقطة.
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إليفيرا نابليني إن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88 و 90 دولار البرميل. وكان البنك قد توقف في أغسطس الماضي عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض إلى أن أصبح الدولار يساوي 100 روبل. وتعتمد روسيا بشكل كبير على صادراتها من النفط والغاز لتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية. أكدت دول العراق ونيجيريا وجمهورية الكونغو التزامها تجاه تحالف أوبك بلس بشأن مستويات الإنتاج وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية. يأتي ذلك بعد خروج أنغولا الأسبوع الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. بعد إعلان أنغولا الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة أوبك بعد خلاف بشأن حصتها الإنتاجية، تثور مخاوف حول تماسك مجموعة منتجي النفط وتحالف أوبك بلس في المستقبل. على غرار أنغولا، دخلت نيجيريا في خلاف مع قادة أوبك حول حصة إنتاجها لعام 2024، رغم أن هذا الخلاف تم حله على ما يبدو خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في 30 من نوفمبر الماضي. رغم ذلك ينظر أغلب المحللين إلى انسحاب أنغولا باعتباره حالة فردية، وهي إشارة إلى أن الانخفاض طويل الأمد في قدراتها الإنتاجية جعل منها عضواً أقل فاعلية في منظمة أوبك. إلى ذلك أكدت دول أخرى أعضاء في المنظمة كالعراق والكونغو التزامهما تجاه المجموعة حفاظاً على توازن سوق النفط العالمية. وانفصلت أنغولا عن أوبك بعد 16 عام من عضويتها بعد القرار الأخير الذي اتخذته أوبك بتحديد حصة تبلغ 1.11 مليون برميل يوميا لأنغولا، وهو ما عرضته لواندا التي تهدف إلى إنتاج 1.18 مليون برميل يوميا. تواجه منظمة أوبك وحلفائها في تحالف أوبك بلس مخاوف من فقدان نفوذهم في السوق في ظل الخلافات بينهم، فضلا عن المنافسة الأمريكية والمساعي الدولية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. تأسست منظمة أوبك عام 1960 وتجمع 13 عضواً، وشكلت تحالف أوبك بلس عام 2016 مع 10 دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية. أعلنت الكويت انكماش الاقتصادي بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي، وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 9.9 مليار دينار كويتي، وهو ما يعادل نحو 32.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعاً بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 19.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، لتسجل ما قيمته 11.9 مليار دينار، أي نحو 39.2 مليار دولار. وقع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قانون ميزانية عام 2024، واعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بقيمة 113 مليار دولار كنفقات عامة، وبعجز متوقع 45 مليار دولار. تميزت الميزانية بزيادة النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة ورفع الأجور واستمرار دعم المواطنين. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى نهى ومصطفى. شكرا جزيلا لك عبدالله.